السلام عليكم. إذن في الحصة نحاول نشوفو عمليات النشر. Le développement. Donc, développer une expression littérale, c'est l'écrire comme somme de termes. يعني نشر واحد التعبير حرفي يعني كتابته على شكل مجموع عددين أو لمجموع حدين. إذا النشر شنو هو؟ هو تحويل جداء إلى مجموع. تحويل جداء إلى مجموع. إذا غادي نشوفوا القاعدة الأولى في النشر كتسمى التوزيعية لا سامبل ديستريبيوتيفيتي. إذا عدد ك مضروب في إما في مجموع في أ زائد بي أو في لف أ ناقص بي. إذا شنو كيساوي؟ فهنا كنوزعوا ونديستريبيو هذا العدد أ هذا العدد ك على أ وعلى بي. إذا ك في أ وك في بي. إذا عندنا أربعة ديال الحالات. إذا لاحظوا بأن هنا كيكون عندنا هذا خدوي يعني جداء هادو كيتسموا دي فاكتور لأن هنا عندنا علامة الضرب كنحولوه إلى مجموع تغم زائد تغم. إذا تحويل جداء إلى مجموع. إذا عندنا أربعة ديال الحالات ك مضروبة في أ زائد بي. إذا كنضربو ك في أ ك في أ زائد ك مضروبة في بي. ك مضروبة في أ ناقص بي إذا هي ك في أ ناقص ك في بي. وبطبيعة الحال هاد الحالة هادي راه هي هاد الحالة هادي دونك هاد الحالة راه هي هاد الحالة. إذا الضرب هنا تبادلي بحال ضربنا ك مضروبة في أ زائد بي بحال ضربنا أ زائد بي مضروبة في ك. ونفس المسألة بالنسبة لهاد الحالتين بجوج. إذا دابا غادي ناخدو أمثلة تطبيقية باش تفهمو. إذن ديفلوبي اي ريدوير شاكون دي زيكسبريسيون ليترال سويفونت. إذن شنو قلنا؟ غادي نضربو العدد نضربو أ في إكس ثم أ في ناقص واحد. دائما هنا العدد كنستعملوه بالإشارة ديالو يعني الإشارة اللي قبل منه. إذن عندنا جوج مضروبة في إكس جوج مضروبة في إكس جوج مضروبة فاش في ناقص واحد. إذن ناقص جوج مضروبة في واحد. إذن نسامبليفيو هاد ليكس هاد الكتابة. إذن جوج في إكس هي جوج إكس جوج في واحد هي جوج. العملية الثانية إذن عندنا تلاتة مضروبة في أ تلاتة مضروبة في أ تلاتة مضروبة في زائد خمسة. نحدو الإشارة عدد موجب عدد موجب. إذن هو زائد. إذن تلاتة مضروبة خمسة. إذن تلاتة في أ هي تلاتة أ وتلاتة في خمسة تعطينا خمسطاش. إذن ناقص ستة مضروبة في جوج ناقص أ. إذن ناقص ستة في جوج ناقص ستة مضروبة في جوج ناقص ستة مضروبة في ناقص أ. هنا نتابعو دائما نضربو في العدد بالإشارة ديالو. إذا ناقص ستة في ناقص جوج ناقص في ناقص زائد. إذا كنكسبو زائد وكنكسبو العدد ستة مضروبة في. إذا ناقص ستة في جوج هي ناقص 12 وستة في أ هي ستة. سبعة مضروبة فاش في ناقص إكس. سبعة في ناقص إكس إذن هي ناقص سبعة مضروبة في إكس. سبعة مضروبة فاش في ناقص ربعة إذن هي ناقص سبعة في ربعة. إذن ناقص سبعة في إكس هي ناقص سبعة إكس وناقص سبعة في ربعة هي ناقص ثمانية وعشرين. جوج أ بي إذن حنا عندنا شوفو هنا راه مقلبين. إذا جوج أ بي نضربوها في ستة وكذلك ناقص خمسة نضربوها في ستة. إذا جوج أ بي في ستة جوج أ بي مضروبة فاش في ستة. ناقص خمسة مضروبة فاش في ستة. ناقص خمسة ضربناها في ستة. إذا نبسطو الكتابة. إذا عندنا جوج أ في ستة هي جوج في أ في ستة أي جوج في ستة هي 12. إذا 12 أ كتعرفوا بأن الضرب تبادلي جوج
A في 6، إذا هي جوج في A في 6، إذا يمكن لي نكتبها هي جوج في 6 في A، إذا جوج في 6 هي 12، 12 A. 5 في 6 كتساوي لنا 30.